إلى ذلك شيع المئات جثمان الشهيد الفتى ليث فضل الخالدي من مخيم الجلزون الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها عصر أمس خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز عطارة بمحافظة رام الله. وكان الشهيد الخالدي أصيب بعيار ناري في صدره خلال المواجهات في أعقاب استشهاد الرضيع علي الدوابشة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية إلى 3، الأمر الذي ينذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية جراء ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية. المزيد مع نبال فرسخ. دموع الأرض كلها لن تشفي غليل أم فقدت ابنها للأبد فقط لأن جنديا إسرائيليا أراد أن ينهي حياته بكبسة زر أنهى فيها 16 عاماً من الحياة والأحلام وقتل فيها عائلة بأكملها. الله يسامحك يا ماما، الله يسامحك على اللي عملته فيا، الله يكسرهم، قتلوك يا ماما، الله ينتقم منهم. رجعت يا لايث، والله ما بزوا بلا اخ يا ربي أخ. الشهيد ليث فضل الخالدي من مخيم الجلزون استشهد متأثرا بجروح أصيب بها بالأمس خلال المواجهات التي اندلعت انتقاما لدماء الرضيع علي دوابشة الذي أحرقه المستوطنون. مشهد وداع ليث اليوم حرق قلوب الفلسطينيين بأسرهم الذين احترقوا على عجزهم عن الانتقام لدمائهم المستباحة، فوجهوا الرسائل التالية للقيادة الفلسطينية. يا سياسي لا توجع راسي، قلبي بهمومي مليان، وطني ووطنك ما هو كراسي، ولا هو جخة ولا سلطان، وطني إنه يشكي مآسي ودمه بينزف بالمجان. والله زهقنا، والله زهقنا، إيش الحل؟ لا تقول استنوا كمان، شعب الثورة ما ينذل ما بينطر حتى ينهان. يجب علينا كوقفة ميدانية مع القوى الوطنية والإسلامية ومع السلطة الموجودة أن تنهي التنسيق الأمني الموجود، وإن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، لا يفهم اللغة التي فيها السلام والمفاوضات. أما القيادة الفلسطينية فقد اتخذت مجموعة من الخطوات للتصدي لجرائم الاحتلال المتتالية. هناك تنسيق مشترك مع الأردن بدأ اليوم من أجل الدعوة لمجلس الأمن من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حادث الحرق والعمل الإجرامي والإرهابي الذي حدث أمس بحق الطفل دوابشة. أيضا هناك تحرك مع السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن الحماية الدولية لأبناء شعبنا. من مخيم الجلزون شمال رام الله المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا.